كمواطن شايف الأزمة دي إزاي؟ شايفها أزمة حقيقية ولا أزمة مفتعلة ولا رأيك فيها إيه؟ زي ما قال الأستاذ أشرف، أنا ضد هذه الواقعة أساسا من حدوثها، يعني الواقعة خطأ من الأول. أي لكن التصعيد بهذا الشكل، إحنا في مرحلة لا تحتاج للتصعيد، ما تحتاجش للمزايدات. أي إحنا في مرحلة يحتاج فيها الوطن أن نلتف جميعا حول القيادة السياسية، لأننا عندنا مجموعة من الحروب لا تستدعي تصعيد أزمات في الداخل. فكان يكفي ما اتخذ من الإجراءات زي إيقافه عن العمل وتحويله للنيابة، وأعتقد أن النيابة اتخذت أفضل القرارات بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. تصعيد المسألة أزيد من ذلك، أنا بعتبره نوع من أنواع الحاجات اللي ملهاش لازمة، يعني أي. مش أي. عايزين نقول تحويله للنيابة وحبسه 4 أيام، ده الرد القانوني القانوني أكثر منه، والرد الرادع كمان في نفس الوقت، كمان هو رسالة لكل ضباط الشرطة.